السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتنا فرصة للنجاح. بيانفوني ان اوتر شين اوبورتونيتي بو غيوسيغ. من اجل دعمنا المرجو الضغط على زر اعجاب للفيديو ثم الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش دائما يوصلكم الجديد ديالنا ان شاء الله. ان شاء الله في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا درس من دروس مستوى الخامس ابتدائي نيفو سيم دو من كتاب كوكليكو. اذا هذا الدرس هذا غادي يكون هو ديال لي زومونيم. اذا هذا الدرس ديال الليكسيك اللي غادي يكون عندنا فيه لي زومونيم. اذا شنو هما لي زومونيم؟ لي زومونيم هما الكلمات اللي تيتنطقوا بحال بحال ولكن ما تيتكتبوش بحال بحال، وبارفوا كنلقاوهم تيتكتبوا بحال بحال ولكن كتلقى ما عندهمش نفس المعنى. اذا افون دو كومونسي كالكلي اوت فوا غادي نحاولوا نقراو داك لي كوبل ديال لي مو تما اللي غاديين. عندنا اي و اي، سون و سون، لا و لا و لا. هادوك لا و لا و لا ديجا كنا شفناهم في الدرس اللي فات ديال لي زومونيم. كنا عرفنا شنو هي لا الاولى والثانيه والثالثه، كنا عرفنا لا ديفيرونس اونتر هاد لي تخوا. اذا وعندنا اي و اي ديجا كنا شفناها قبل، يعني اي هي ستامو ان فاريابل و اي اللي هو l'auxiliaire être في le présent de l'indicatif. وعندنا son اللي هو pronom possessif، وعندنا son اللي هو le verbe être في troisième personne de pluriel. اذا كما لاحظتوا هادو تيتكتبوا تيتنطقوا بحال بحال ولكن ما تيتكتبوش بحال بحال. اذا لي تخوا سيري دو مو سو برونونس دو لا ميم فاسون مي سيكريب ديفيرامون. نمشيو جوبسيرف اي جيلابور. اذا عندنا واحد الربعه ديال الصور تما، عندنا لو فوا لافوال كما تتشوفوا هو داك الشراع ديال السفينه، وعندنا لو فوال هو الزيف هو الدرة ولا الزيف اللي تنديرو على الشعر، وعندنا ان غين هو اللي هو داك الحيوان اللي عنده شتو لي كورن ديالو كيدايرين، و اون غين اللي هي الملكه. اذا كما لاحظتوا بان هاد فوال و فوال عندنا تيتكتبوا بحال بحال غير وحده لا وحده لو، وغين وغين تا هما تيتنطقو بحال بحال ما تيتكتبوش بحال بحال ولكن كل وحده عندها المعنى ديالها. اذا قال كومبار لا فوال اي لو فوال كيل رومارك بو تو فير. اذا لي دو مو سيكريب اي سو برونونس دو لا ميم فاسون سول لارتيكل بيرمي دو لا ديفيرونسي. اذا تيتكتبو بحال بحال و تيتنطقو بحال بحال، شنو هو اللي تيفرقهم؟ هو لارتيكل، هو لا و لو. كاينه وحده لا فوال وحده لو فوال. فاش نسمعوا لا فوال تنعرفوا الشراع، فاش نسمعوا لو فوال تنعرفوا الزيف ولا الدره ولا اللي تتلبس على الراس تغطي الراس. اذا نمشيو للسؤال الثاني. قال لك لي اوتو فوا ان غين و اون غين كيسكو تو زون دي دوي كيسكو تو زون دي دوي. اذا كما لاحظتوا بان لي دو مو سو برونونس دو لا ميم فاسون مي سيكريف ديفيرامون. Certains mots ont des sens très différents, mais se prononcent de la même manière. D'autres vont même jusqu'à écrire de la même manière. Il faut faire attention à ne pas les confondre. إذن كما لاحظتوا بأن غين و غين قلنا تيتكتبو بنفس تيتكتبو تقريبا قرابين لبعضياتهم، ما تيتكتبوش بحال بحال ولكن قرابين لبعضياتهم، وكل واحدة عندها المعنى. كاينة واحدة اللي ان غين وواحدة اون غين. اذا في هاد لي زومونيم ممكن نلقاو بان تيتكتبو فحال فحال ولكن عندهم عندهم الحاجة اللي مغيرة فيهم هو لارتيكل، لارتيكل ديفيني ولا لارتيكل انديفيني. وكاينين اللي كتلقاهم تيتكتبو تقريبا فحال فحال ولكن النطق دائما فحال فحال. لي زومونيم دائما تنهضرو على برونونسياسيون، يعني تيتنطقو فحال فحال. اذا ندوزو للقاعده جو روتيان. قالك لي زومونيم سون دي مو كي سو برونونس سيكريف دو لا ميم مانيير مي اون دي سونس ديفيرون. كاين اللي تيتكتبو تيتنطقو فحال فحال و تيتكتبو فحال فحال ولكن عندهم غير لارتيكل لي مغاير بحال لو فوال ولا فوال، لو مول ولا مول. وكاين كي سو برونونس دو لا ميم مانيير مي سيكريف ديفيرامون اي اون دي سونس ديفيرون. كاين اللي عاوتاني تيتنطقو بحال فحال وما تيتكتبوش بحال فحال وعندهم معنى مختلف بحال لو غين ولا غين، لو بو ولا بو، لا دون و دون. اذا عرفتوا بان لي زومونيم هما الحوايج اللي تيتنطقوا ولا الكلمات اللي تيتنطقوا بحال فحال ولكن ما تيتكتبوش بحال فحال. بارفوا كنلقاوهم تيتكتبوا بحال فحال وغير لارتيكل هو اللي مبدل فيهم، وبارفوا كنلقاوهم ما تيتكتبوش بحال فحال ولكن دائما النطق بحال فحال. اذا نمشيو بروميي اكسيرسيس. قال كومبليت افيك لو نو كونفونابل. ف ا جول فيرن ايتان
شنو هو اوتور ولا اوتور؟ اذا اوتور هو ارتفاع واوتور هو كاتب. اذا انا غادي ندور لكم على الحاجه اللي غادي تكتبوا في داك النقيطات، اذا اوتور هي اللي غادي تكتبوا، اللي دورت لكم عليها هي اللي صحيحه. اذا كاتب مشهور، ان اوتور سيليبر. بي فيتو الي كومبي مي اون نا با دو طونت. اذا بغى يمشي يخيم، بغى يمشي يخيم ولكن ما عندوش الخيمه. اذا طونت كاين طونت تما اللي هي الخيمه، وطونت اللي هي العمه ولا الخاله. اذا طونت اللي صحيحه هي الاولى. سي قالك va chercher du pain chez le boulanger. le boulanger هو اللي تيبيع الخبز. اذا عندنا pain و pain. pain الاولانيه هو الخبز، والثانيه pain اللي تتكتب اي ان، هو واحد النوع ديال الشجر، هو الصنوبر. اذا اللي صحيحه هي pain هو الخبز. دي ce chien ne peut pas marcher il a mal à la patte. قالك الكلب ما تيقدرش يمشي، عنده يعني عنده مشكل في رجليه. اذا عندنا بات الاولانيه هي العجينه، وبات الثانيه هما الرجلين ديال الحيوانات. اذا بات الثانيه هي اللي صحيحه. il y a 100 سنتيمتر دون، كاين 100 سنتيمتر فاش، واش في متر ولا في متر؟ متر الاولاني هو الاستاذ ولا المعلم، ومتر الثانيه هو المتر ديال العبار. اذا متر ديال العبار هو هذا. اف مون بار اي لو مار دو فيلاج. مار الاولانية هي الام، ومار الثانية هو العمدة ديال المدينة ولا ديال الفيلاج. اذا الثانية هي اللي صحيحة. نمشيو للسؤال التمرين الثاني. قالك شيرش طون طون ديكسيونير لو سونس دي مو. عندنا لو موس ولا موس، وعندنا لو باج ولا باج، ولو فاز ولا فاز، اي في دي فراز. اذا انا نعطيكم، نحاول نعطيكم غير دي ديفينيسيون، نتوما اصلا غادي تقلبوا في الديكسيونير غادي تلقاو الفرق بيناتهم. بحال لو موس كنا جون غارسون دو موان دو سيزون كي سومبارك طون سور ان نافير دو كوميرس بور ابروندر لو ميتي دو مارين. ولا موس هي بلانت فيرت غاز غاز دوس فورمو ان تابي سور لا تير لي بيير و لي زيكورس. اذا وبالنسبه لو باج ولا باج، لو باج هو جون نوبل كي اوتروفوا سيرفي لو روا ولا لو سينيور، ولا باج هي شاكان دي دو كوتي دون فوي دو بابي. وبالنسبه لو فاز ولا فاز، ان لو فاز هو اللي تنعرفو هو ريسيبيون سوفون اوتيليزي بور ميتر دي فلور كوبي، ولا فاز الثانيه هو تير فين كي سو تروف او فون دي زو سترانيونت. اذا هذا هو التمرين الثاني، حاولت نجيب لكم لي ديفينيسيون ديالهم. التمرين الثالث قالك شيرش دو دو زومونيم دو لا فامي دو بوين كي سو برونونس دو لا ميم مانيير مي اون دي سونس ديفيرون. اذا غادي نشوفو، انا حاولت ناخذ لكم بوين اللي هي عندنا النقطه وانطلاقه. اذا عندنا بوين لو بوين دو ديبار دو لا كورس اي ا لا ميري، يعني النقطه ديال الانطلاقه غادي تكون لو بوين، كنقولو لو بوين ديبار. لو بوان هي النقطة ولا الانطلاقة، وعندنا بوان هو النقطة اللي تنديرو في لي فراز. إذا شاك فراز سو تيرمين باغ أن بوان. إذا هذا هو التمرين الثالث، جبت لكم فيهم لي زومونيم ديال بوان اللي هي بوان و بوان اللي تيتكتبو بحال بحال، ولكن عندهم معنى مختلف كل مرة، المعنى ديالو تيتغير. إذا نمشيو للتمرين الرابع. قال كوش لو مو كي كوغيسبون أ لا ديفينيسيون. C'est un arbre de la forêt. واش لا شين ولا لو شين؟ إذن هو البلوط، إذن هو لو شين. Elle sert à immobiliser un bateau. هو داك اللي تيشدو به الباطو، شنو تيتسمى؟ اون انكخ، هو المداد، اون انكخ هو ديال الباطو. إذن هو الثاني، هو اللي صحيح. Il nous dit qu'il faut manger. شنو اللي كيقولنا خاصكم تاكلوا؟ هو الجوع، إذن ماشي لا فان النهاية، إذن هو الجوع اللي هو لا فان. Il enseigne aux élèves qui قريد الوليدات ولا التلاميذ، هو لو ماتر ماشي لو ماتر اللي هو المترو. Je reviens au texte. Les complètes une grue volante. Les descendent jusqu'à chapeau conique du volet. Une grue peut être une machine. ممكن تكون machine هاد une grue ولا un oiseau. يعني عند المعنى ممكن تكون ماشين ولا وازو على حسب السياق ديال الجمله. اذا هذا هو الدرس ديالنا ديال لي زومونيم، نتمنى تكونوا فهمتوا مزيان، نتمنى لكم التوفيق. شكرا لكم، شكرا لكل متابعينا الاوفياء. لا تبخلوا علينا متابع قناتنا بلو بارطاج ديال لا فيديو اكيد الى عجبكم. اللي عنده شي سؤال ولا استفسار ولا بغى شي طرح جديد من الدروس اللي تنقدموا في القناه، ما عليه الا يتواصل معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك، غادي تلقاو اللين ديالها في البوات ديسكريبسيون، ولا تخليو لنا غير كومونتير. الى هنا استودعكم الله، والى درس جديد وفيديو جديد ان شاء الله. الى اللقاء.